قرار عربي مشترك بتشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حول الملف. أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم والوفيات تقترب من 500,000. وفي ذكرى عيد النصر بوتين يبدي انفتاحه للتعاون مع القوى الدولية لمواجهة التحديات. أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النشرة الإخبارية المفصلة التي تأتيكم من القاهرة. وفي البداية نجدد رجاءنا لجميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. بداية هذه النشرة من القاهرة، حيث تبنى وزراء الخارجية العرب قرارا مشتركا في ختام اجتماعهم الطارئ حول سد النهضة الإثيوبي. القرار نص على ضرورة امتناع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وكذلك تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن حول كافة تطورات الموضوع. حذر تقرير نشره موقع دويتش فيلا الألماني من مخاطر سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن استمرار إثيوبيا في نهجها المتعنت يشكل تهديدا لأمن القارة السمراء. الموقع قال في تقريره أن المحادثات حول استخدام مياه النيل كانت في طريق مسدود لسنوات، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد هو عقد اجتماع أزمة لكل دول النيل وفي نفس الوقت إجراء حوار مع رؤساء الدول الأفريقية.
طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية. ورحب وزراء الخارجية العرب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا، دعينا الأطراف الليبية والدولية للتعاطي بإيجابية معها. ورفض الوزراء العرب كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية. من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري على عدم تواني مصر عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. وخلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد بطلب مصري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، جدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، مشددا على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، مؤكدا دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة، ومحذرا من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. هذا وجددت السعودية تأكيدها على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها من الإرهاب. ودعا مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه برئاسة الملك سلمان، دعا المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته للتوصل لحل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة. يخاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم البرلمان العربي حول الموقف الفلسطيني من الخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من أراضي محتلة في الضفة الغربية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي بأن الجلسة ستناقش الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في العالم العربي، وسيصدر عنها قرارات هامة وعدد من القوانين التي تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن القلق العميق تجاه ما يتم تناقله عن خطط الضم المزمعة من قبل الحكومة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية. وخلال مشاركته في المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عبر الفيديو كونفرنس، حذر شكري من تبعات تلك الخطوة على الأمن والسلام الإقليميين، مؤكدا رفض مصر أي إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي وتعوق فرص إعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محادثات السلام على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والمقررات الأممية ذات الصلة، باعتباره السبيل الوحيد الواقعي والقابل للتنفيذ للتوصل إلى الاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط. كشفت وكالة رويترز أن كبار معاون الرئيس الأمريكي بدأوا نقاشا بشأن ما إذا كان البيت الأبيض سيعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لفرضها سيادتها على أجزاء بالضفة الغربية. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن الاجتماع ضم صهر ترامب جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط فضلا عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، موضحا أن الاجتماع لم يتوصل إلى قرار بشأن هذا الموضوع. المسؤول الأمريكي أضاف أن ترامب لم يشارك في الاجتماع لكنه قد ينضم لاحقا مع استمرار المناقشات. أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حماة وأسقطت عددا كبيرا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها. يأتي ذلك بعد استهداف مواقع عسكرية للجيش السوري بريفي دير الزور والسويداء، ما تسبب في مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. طلب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بضرورة وقف الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية، مؤكدا أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية. وخلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أكد الوزير العراقي أهمية احترام سيادة العراق من قبل دول الجوار وتعزيز مبادئ حسن الجوار
واتباع القنوات الدبلوماسية لمواجهة التحديات وحلحلة الأزمات. وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن تعديلا في الحكومة. الرئاسة الجزائرية أوضحت أن رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والصحة حافظوا على مناصبهم في التعديل الوزاري الجديد، بينما تم تعيين وزيرين جديدين للطاقة والمالية. إلى ملف كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1332 حالة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 87 وفاة، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 58141 حالة والوفيات إلى 2365. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلى خروج 402 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15535 حالة، منوها بأن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح أكثر من 17000 حالة. أعلنت وزارة الهجرة وصول نحو 5395 مواطنا من العالقين بعدد من الدول العربية والأجنبية إلى مطار القاهرة الدولي. الوزارة أكدت في بيان لها أن الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين والحالات الإنسانية ومنتهي ومخالف الإقامة. اجتمع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بقيادات القطاع الديني لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيا للصلوات الخمس. وأقلت الوزارة أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بارتداء المصلين الكمامة واصطحاب المصلي لسجادة صلاة شخصية ووضع علامات للتباعد بين المصلين وعدم فتح دورات المياه وعدم فتح دور المناسبات وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة. أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيترأس السبت المقبل اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء. كما قرر الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عقد اجتماع اليوم مع رؤساء المذاهب الإنجيلية لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء قرارات رئيس الوزراء بفتح دور العبادة اعتبارا من يوم السبت القادم. من جانبها، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر العودة من جديد لصلوات القداس بحضور شعبي اعتبارا من يوم السبت بشروط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الكنيسة أوصت أتباعها بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر بمسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، مع توقف القداسات بحضور المؤمنين يومي الجمعة والأحد. كما قررت تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية والأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر. قررت الكنيسة الأسقفية في مصر إعادة فتح الكنائس للخدمات والشعائر الدينية عدا أيام الجمعة والأحد اعتبارا من يوم السبت المقبل. الكنيسة قالت في بيان لها أنه تقرر عقد الاجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى في الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مثل مراعاة تقليل أعداد المصلين والتأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات وارتداء الكمامة وتطهير أماكن العبادة.
دوليا حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع وكبير من الحقيقة على الإنترنت. وأكد خلال مشاركته في مؤتمر حول التكنولوجيات أن المنظمة قامت بإعداد أنظمة مع الشركات الرقمية لمواجهة المعلومات الخاطئة والمضللة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج الدردشة الصحية لمنظمة الصحة العالمية في مارس الماضي لتزويد قرابة 2 مليار شخص بمعلومات دقيقة عن الفيروس بأكثر من 40 لغة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وأسفر فيروس كورونا عن إصابة أكثر من 9,260,000 شخص على مستوى العالم. وبحسب إحصائية لوكالة رويترز فإن الفيروس أسفر أيضا عن وفاة 475,880 شخص، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات. وفي غضون ذلك ذكرت وكالة رويترز في إحصائيات لها أن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 100,000 شخص، وباتت أمريكا اللاتينية في الأسابيع القليلة الماضية بؤرة للجائحة خاصة البرازيل والمكسيك، مع زيادة حالات الإصابة والوفاة وسط انحسارها في أماكن أخرى في العالم. يأتي هذا بينما بدأت الحياة تعود لطبيعتها في عدد من الدول ضمن خطط التعايش الحذر مع كورونا، في وقت تتجاوز إصابات كورونا حول العالم 9 ملايين والوفيات تقترب من 480,000 حالة. تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في العديد من بلدان العالم ضمن خطط التعايش الحذر مع فيروس كورونا المستجد، فيما تتزايد في عدة دول كبرى الإصابات بالوباء في آن واحد وبوتيرة مقلقة في أمريكا اللاتينية، لا سيما في البرازيل، وفيما تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم عتبة 9 ملايين شخص، اقترب عدد الوفيات من 480,000 حالة، فيما تزايدت وتيرة العديد من الدول في تخفيف قيود كورونا من أجل العودة للحياة الطبيعية وإعادة دوران عجلة الإنتاج، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إعادة افتتاح قطاع السياحة وعدد من الأنشطة الأخرى اعتبارا من 4 يوليو المقبل، فيما خرج الناس إلى الشوارع في السعودية للمرة الأولى منذ 3 أشهر للاحتفال بنهاية حظر حركة المواطنين الذي كان مفروضا في جميع أنحاء البلاد، مع إعلان المملكة عن إجراءاتها الاستثنائية لموسم الحج هذا العام لإتمام أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بقصرها على أعداد محددة من المقيمين بالمملكة بغض النظر عن جنسياتهم. وبالتزامن مع ذلك تسارعت وتيرة التطورات الطبية للوصول إلى دواء أو لقاح يقي من الوباء القاتل، حيث وافقت الصين على إجراء اختبارات على البشر للقاح مرشح لفيروس كورونا طورته وحدة تشونغ تشينغ جيفي للمنتجات البيولوجية. وقالت شركة جيليات ساينسز إنها تتوقع أن تتمكن من توريد كميات كافية من دوائها المضاد للفيروسات ريمديسيفير بنهاية العام لعلاج أكثر من 2 مليون مريض من المصابين بمرض كوفيد-19. وأظهرت دراسة صينية أن مستويات الأجسام المضادة في مرضى كوفيد-19 الذين تعافوا انخفضت بشدة خلال 2 أو 3 شهور بعد الإصابة بالعدوى، وذلك للمرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض ولمن لم تظهر عليهم أي أعراض على حد سواء، فيما ما زال الوباء يلقي بتداعياته السلبية على الاقتصاد، حيث طالبت صناعة السيارات في بريطانيا الحكومة باتخاذ تدابير إضافية مثل خفض ضريبة المبيعات لدعم القطاع في الوقت الذي يظل فيه ثلث العاملين في الصناعة في إجازة من العمل بسبب تفشي الفيروس. وأظهر مسح أجراه مركز التجارة الدولية أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم تضررت أكثر من غيرها، وأن حوالي الخمس يواجه احتمال الإغلاق الدائم في غضون 3 أشهر. نشر تلفزيون ولاية بافاريا الألمانية تقريرا يكشف عن تحركات تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد من خلال خلايا تعمل على تدمير الديمقراطية بصورة سرية. تابعونا
يوم يتكشف الوجه القبيح لتنظيم الإخوان الإرهابي ومخططاته التخريبية في العديد من دول العالم. تلفزيون ولاية بافاريا الألمانية كشف في تقرير له عن تحركات لتنظيم الإخوان في ألمانيا من خلال خلايا تعمل على تدمير الديمقراطية بصورة سرية. التقرير أوضح أن تلك الخلايا تسهل عمل عناصر التنظيم وتجذب مزيدا من التابعين، كما تعمل على تدريب الأعضاء الجدد ونشر الفكر المتطرف لتنظيم الإخوان. كما أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 1000 تابع لتنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا، مؤكدا أن ذلك العدد يتزايد مع الوقت بشكل واضح. ونقل التقرير عن خبراء تحذيرهم من أن تنظيم الإخوان يحاول التسلل إلى المجتمعات الغربية وإنشاء دول إسلامية، مؤكدين أن خطر التنظيم يفوق خطورة الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش، لأن عناصره يتدخلون في الحياة العامة تحت ستار الديمقراطية. شارك نحو 14 ألف جندي في استعراض النصر في موسكو، بينما حلقت عشرات الطائرات الحربية فوق العاصمة الروسية. يأتي ذلك في الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث تم استعراض معدات حربية من زمن الحرب العالمية الثانية، وكذا أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية، كما شاركت مجموعات من 13 دولة في الاستعراض العسكري في موسكو. من جانبه هنأ وزير الدفاع الوحدات المشاركة في الاستعراض ووحدات وقوات الدول الأجنبية المشاركين أيضا في هذا الاستعراض. وفي كلمته باستعراض عيد النصر، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انفتاح بلاده على القوى الدولية للتعاون في مواجهة التهديدات التي تواجه العالم وتأسيس نظام أمني دولي جديد. نحن نعرف ونفهم جيدا التحديات التي يواجهها الكوكب هذا اليوم، وهذا التحدي الكبير يدفعنا لفهم هذه القيم الرئيسية: الحفاظ على الإنسان وأحلامه وأماله وحياته السلمية وطموحاته. نحن نفهم جيدا أهمية تعزيز الثقة والصداقة بين الشعوب، ونحن منفتحون للحوار وللتعاون حول كافة المسائل على الأجندة الدولية، مستعدون لتأسيس نظام أمني دولي يحتاج إليه هذا العالم المعاصر المتغير بشكل سريع. نعم، نحن معا فقط يمكننا أن نتصدى لهذه التهديدات الجسيمة. يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات اليوم بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. وقال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في المجلس، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض فيتو أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة. وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة إلى إيران، ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. من جانبه اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني تعويض بلاده عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل البدء في أي مباحثات جديدة. روحاني طالب بريطانيا وألمانيا وفرنسا بمواجهة ما وصفه بالضغط الأمريكي على نشاطات إيران النووية، داعيا الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 إلى مقاومة الضغوط الأمريكية بشأن العمل النووي الإيراني. وحذر هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ قرار ذات خلفية سياسية يرتبط بضغط أمريكي إسرائيلي، مؤكدا أن طهران ستستمر في التعاون مع المنظمة.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة إدانة مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون والحكم عليه بالسجن ومصادرة أمواله بسبب إفشائه معلومات سرية عنه وعن إدارته في كتابه. وكتب ترامب على تويتر أن ما ورد في كتاب بولتون هو محض أكاذيب لا تمثل إلا رأيه الخاص، ووصفه بالخائن للولايات المتحدة. جاء ذلك بعد أن صدر أمس كتاب بولتون الذي ورد فيه مذكرات عن عمله في البيت الأبيض في إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب. الكتاب الذي صدر أمس تضمن اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة انتخابية موجعة لترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي بعد 18 شهرا من تعيينه. في أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، والرياح تكون معتدلة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بأحوال الطقس، نكون قد وصلنا لنهاية نشرة العاشرة صباحا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. قرار عربي مشترك بتشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حول الملف. أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم، والوفيات تقارب 500,000. في ذكرى عيد النصر، بوتين يبدي انفتاحه للتعاون مع القوى الدولية لمواجهة التحديات. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. إلى اللقاء.